لايت ادابتيشن. ايه بقى اللايت ادابتيشن ده بقى؟ بيقول لك ايه؟ سادن اكسبوجر، انك انت فجاه تتعرض لاضاءه جامده قوي. سادن اكسبوجر اوف ان اي تو لايت immediately diminish its sensitivity. لو فجاه طلعت الضوء، انت حتى لو اما انت عارف اللي هي ايه؟ حاسه فرحه الشيش الصبح وهم بيصحوك. خدت بالك؟ ادعي ليه كده؟ ليه كده؟ تروح قافل عينك شويه وبعدين تقعد تظبط نفسك لحد ما تفتح عينك، صح؟ Sudden exposure of an eye to light immediately diminishes sensitivity. That's to say, its ability to detect a previously seen light spot on a background. يعني لو كنت شايف إضاءة خفيفة كده وشايف أي سبوت لايت موجود عندك، لما ينوروا في وشك نور جامد هتلاقي نفسك الإضاءة الخفيفة دي كنت شايفها تاني. This occurs in 50 seconds. It is more rapid than the macula. There are two phases في الموضوع ده. في حاجة اسمها alpha adaptation. The initial very rapid 0.2 second occur in the whole retina even with the small part is stimulated. دي neuronal inhibition اللي هي بيسموها corresponding للاي ويف بتاعت الاي ار جي. لما ناخدها مع الاي ار جي هتعرفها بالظبط. بيتا ادابتيشن دي سلو فيز بقى، بتاخد 1 مينت عشان تشتغل. limited to the region of the retina stimulated عشان photochemical bleaching of rhodopsin. it is related to falling frequency of the optic nerve discharge اللي هي الادابتيشن of the nervous continuous stimulation. بص بيقول لك ايه؟ light adaptation similar light adaptation it is however much faster and it takes 3-5 minutes by the following mechanism: pupil constriction وbleaching of photopigments. تمام؟ light adaptation ده بيحصل بهذه الطريقه. in bright light الكون mostly at work اللي هو بيسموه photopic vision. rhodopsin in the rods already mostly split into opsin and retinaldehyde so rods are not sensitive. تمام؟ رد على سؤالك اهو بقى. شفت السؤال ده؟ الكلمه دي الستمنت في النص دي، ان لو نورنا في عين عيان اضاءه جامده الروز ما بتبقاش شغاله. ليه؟ لان اوريدي بتبقى الروز دي مكسره. تعرض الضوء الجامد ده بيخلي الروز دي بتبتدي تبقى مكسره وبالتالي الروز بتبقى insensitive. In dark light roads activated stimulated by regenerated hormones or rhodopsin تعمل لنا scotopic vision. But بيقول لك cones have only 1% of the maximum sensitivity of the rods and are basically not provided much information at low lights. عشان كده في الاسكوتوبيك فيجن only ايه؟ رودز هي اللي بتبقى شغاله ومنطقه الكونز دي بتعمل لنا اسكوتوبيك. Thus بيقول لك ايه بقى؟ بص هنا بقى. The retina is most sensitive when rods are on but no colors اللي هو في الضلمه اللي هي في الدارك ادابتيشن. الرودز هي اللي بتبقى شغاله. In bright light بقى have sufficient photons to have color vision and rods are turned off by too much light. Too much light بيكسر لها البيجمنتس. نوصل لمعنى كلمة بقى dazzling وجلير. يعني ايه dazzling؟ يعني ايه جلير؟ بص dazzling وجلير بيقول لك transient visual impairment provoked by excess light relative to the state of adaptation. يعني افرض برضو انا سايق عربيتي وماشي في شوارع منوره ويروح واحد منور العين بتاعي منور لي زياده. ما هو ده زياده عن انا متعود عليه. انا كنت ادابتد على اضاءه معينه في الشارع، انت رحت منور في وش نور زياده فبوظت لي الادابتيشن، ده يعمل لي دازلنج اند جلير. تمام؟ اهي. سمالتينيوس دازلنج يعني ايه؟ كو اكزيستنس اوف فيري ديفرنت لومينيشنز. ساعات في ناس تزغلل لو جبت لها كذا اضاءه مع بعضها، يعني لو حطيت له نيوم مع نور اصفر مع نور عربيات مع مش عارف ايه، ده يبقى مزغلل جدا. ده يحصل له فيجوال امبيرمنت وبيزيد الثريشولد في كل الفيجوال فانكشنز بتاعته. Dazzling of one eye has no effect on the other eye. يعني لو نورت نور جامد في عين واحدة أعلى من الأدابتيشن ملوش أي سايد إفكت على الناحية التانية. Yellow color is the least dazzling used for traffics by night. بص معظم علامات التحذيرية بتاخد اللون الأصفر. ويسألك في الشفوي why؟ الإجابة تحت إيه؟ تقول له yellow color is the least dazzling. تمام؟ أهو used for traffic by night. يلو كار هو اقل حاجه تعمل لك دازلنج، لانه حتى مع الكروماتيك ابريجنز والحدوته دي بيقع على الريتنا. تمام؟ فبص العلامات التحذيريه كلها اهي، الشرايط التحذيريه بالليل لما يطفوا اشارات المرور يسيبوا لك النور الايه؟ الاصفر. خدت بالك؟ طب ممكن يسيب الاحمر، يسيب ده لا يسيب لك الاصفر. بالليل يسيب لك الاصفر، ليه؟ الرد اهو تحت.
yellow color is the least dazzling one. تمام؟ طيب لو عملنا successive dazzling بقى بيقول لك after cessation of dazzling light هتلاقي العين عنده black hole. وده اللي انا كنت لسه بقوله لكم، لو واحد نور في عيني جامد قوي نور عربيه اهرب منه ما تبصلوش. هو للاسف لما حد بينور في عيننا احنا بنخاف منه، لما بنخاف من الصوت العالي. لما حد ينور في عين في وشك النور عربيه تروح بص على نور عربيته وتقعد تشتم وبتاع في سرك مش عارف ايه، وبعدين فجاه تلاقي حاجه سودة ايه بنت قدامك، دي اللي اسمها البلاك هول. وبعدين بص بيقول لك ايه بلايندنس فور شورت تايم، وده اللي انا بقوله لك مع السرعه بقى العاليه انت ونصيبك بقى. تلاقي بقى عربيه كارو كانت ماشيه انت مش بتعيش خالص، كانت بقى ما واحد نور في عينك وفي كارو قدامك فانت كنت شايفه من بعيد، بس لما التاني نور في عينك جالك موضوع ايه البلايندنس ده. تمام؟ جراديوال ريكفري فور فيجوال فانكشن ديو تو ريجنريشن اوف ذا فيجوال ايه بيجمنتس هتحصل عندك. طيب اخر ديفينيشن بقى افتر ايمج. يعني ايه افتر ايمج؟ ان الفيجوال سنسيشن اوت لاست ذا ستيمولس، يعني الستيمولس خلاص اتشال بس تفضل انت لسه شايفه. تمام؟ فيجوال سنسيشن اوت لاست ذا ستيمولس. A negative after image is visualized as the reverse of the original stimulus. تمام؟ That is to say light area تبان dark والدارك area تبان lighted. ده reverse بتاعنا، ده اسمه negative after image. Negative after image is seen commonly by staring at a bright image for a few moments and then transferred to the gaze to the dimly illuminated even background. عارفين موجود اللعب دي على الانترنت كتير قوي. ساعات يرسم لك ايه لوحه سوداء ويرسم لك حاجات بالايه بالابيض وبعدين يقول لك بص لها، وبعدين يقول لك بعد ما تبص لها حط سكرين، اعمل سكرين ابيض او سكرين اسود. You will see the reverse تحت. يعني ساعات يرسم لك رسمه انت ما انتش فاهمها ليه، هو عمل حاجه وفرغها كده بيعملها كلها مثلا بليسد وساب حته بيضه في النص على شكل وش على شكل اي حاجه. لما تيجي تشوفك افتر ايمج تفهمها بقى، لما تعكس انت عارف زي النيجاتيف بتاع الصور، في ناس تبص النيجاتيف ما تفهمش ايه ده، لما تحمضه وتحطه صوره تفهمه. فنفس القصه زي هنا ايه. بيقول لك انك تقدر تعمل دي اهي تاني. نيجاتيف افتر ايمج از سين كومنلي باي ستارنج، انك تبحلق at a bright image of few for few minutes and then transfer to the gaze to dimly illuminated even background. يعني متساوي background متساوي. The positive after image بقى is visualized as the original stimulus. يبقى خلي بالنا من حاجة، ان النيجاتيف after image هيجي ايه reverse of the original stimulus. دي حتى في الالوان كنا شفناها مرة، يمكن عملنا لكم اختبار في الالوان لما كنا جايبين احمر واخضر وبتاع ورحنا طافيين مرة واحدة او جبنا سكرين مرة واحدة تاني. تمام؟ فدي خلي بالنا بقى، يبقى النيجاتيف عشان ما نتلخبطش، النيجاتيف ريفرس اوف ذا اوريجينال، بينما البوزيتيف افتر ايمج تمام ات ذا سيم از اوريجينال. It is seen commonly by staring at a dark pattern in very bright light for a few seconds after which the eye are occluded. يعني لما تبص على حاجه وبعدين تروح قافل عينك تفضل شايفها للحظات بس تشوفها از ذا اوريجينال. دي عشان النيرف ترانسميشن اللي بيحصل عندنا. This belief that the intense stimulation cause lasting changes in the level of bleached photopigments which cause this phenomenon. There is also some evidence in a partially central in origin. عشان النيرف stimulation. تمام؟